مشاهدين ميديا زوم في كل مكان، يا صباح الفل والهنا عليكم في أولى فقرات حلقتنا النهاردة. النهاردة موضوعنا مثير للجدل، موضوع مليان حاجات كتير قوي عايزة تتناقش. موضوعنا النهاردة غاية في الأهمية. موضوعنا النهاردة بيتكلم عن الأسرة، الأسرة من أب وأم وأولاد، وإزاي الأب والأم يلعبوا دورهم في الأسرة دي عشان يخلوا الأسرة بتاعتهم متماسكة. بس خلوني قبل ما ادخل في تفاصيل حلقتي النهارده اصبح وارحب بزميلتي في الاستوديو. صباح الفل عليك يا منى. صباح الفل عليك يا سموزك، ومبسوطه جدا اني معاكي فقره النهارده. وفعلا زي ما قلتي حلقتنا النهارده بتتكلم عن موضوع مهم جدا جدا وبيهم كل اسره، وزي ما بيسمعونا وكل المشاهدين اللي قاعدين دلوقتي مكونين من اسره اب وام واولاد، هنتكلم عن اللي يفيدكم واللي انتوا عايزين تسمعوه. كلامنا النهارده عن الاختيار الصح في البدايه خالص، ازاي انت تختاري شريك حياتك اللي هيكمل معاكي بعد كده وتكوني اسره سليمه، وازاي انت تختار شريكه حياتك اللي هتكمل معاك بعد كده وتكوني اسره سليمه. الاب والام يا منى عمودين الاناره الرئيسيين في كل بيت. تخيل لو عمود اناره من الاثنين دول ما بقاش موجود، وانت معتمد على العمودين دول في انك تأدي كل حاجه في حياتك، يا ترى هيحصل ايه؟ أكيد هتفضل ماشي في حياتك وبتعمل كل حاجة بشكل سليم، ولكن لازم يطلع فيها عيب، هيطلع فيها خلل. زي كده الأب والأم يا منى، لو الأب مش موجود أو الأم مش موجودة أكيد في حد من الاتنين دول هيكون ليه تأثير سلبي وخلل كبير جدا، سواء نفسي أو وجداني في الأطفال بتاعهم. حقيقة. المفروض دور الأم إيه يا منى في الأسرة؟ وقبل ما نشوف دور الأم، الأب إزاي الزوجة والزوج يختاروا بعض على أساس سليم ويختاروا بعض على أساس إن هما يبنوا أسرة متماسكة وما يكونش فيها أي خلل. المشكلة في البداية إن اختيار البنت بيبقى خوفها من لقب العنوسة، لقب إن هي تحمل لقب عانس، خوفها الريف. من المجتمع، مش في الريف بس، ريف ومدن، البنت بتخاف من لقب عانس، بتخاف من نظرة المجتمع ليها، فبتبدأ اختياراتها تكون متسرعة، مش عارفة هي بتختار إزاي. المفروض كل بنت قبل ما تختار شريك حياتها بيبقى عندها أسس ومعايير بتختار عليها، لأن ده الشخص اللي هيكمل معاكي بقية حياتك كلها، فلازم اختيارك ليه يكون اختيار صح جدا. وفي بنات بتتجوز برضو يا منى بسرعه عشان خاطر مثلا انا سني كبر، انا عديت العشرين، ما هو خوف من نظره المجتمع، مامتي وبابايا لا اتجوزي، لا مش عارف ايه، انت اللي قدك مخلفين، اللي قدك عندهم بيت وعيال، انت ازاي لحد دلوقتي ما اتجوزتيش؟ فهي طبعا عشان خايفه، فاي حد بيتقدم لها بتوافق عليه بسرعه، وبعد كده بتندرج معاه بقى اللي هو ايه، نعمل الفرح فين، الفستان يكون شكله ايه، السيشن بتاعي، وبتنسى خالص ان هيبقى عندها بعد كده اطفال انت مسؤوله منهم. يعني ايه لما تجيبي طفل ويكون مستوي نفسيا، عنده مرض زي الاكتئاب التوحد، وبنشوفه ده دلوقتي كتير، ده مترتب على ايه؟ مترتب على الاختيار الغلط اللي بتختاره الام او الراجل. الراجل فعلا اوقات بيتسرع في الجواز برضو علشان زهقان من كلام والده وزهقان من كلام والدته. اتجوز، انت سنك كبير، انت زي لحد دلوقتي ما اتجوزتش، عشان تلحق تجيب اطفال ويكبروا، فدي بتبقى مشكله كبيره. يعني انت ما تتسرعش، الدنيا لسه بالراحه وكل حاجه في وقتها وبتيجي في ميعادها بتبقى كويسه، ليه تتسرع في اختيار قرار، في ان انت تاخد قرار وبعدين يترتب عليه؟ لا، وساعات الزوج او الزوجه بيختاروا بعض بس مش بشكل سليم، اللي هو ايه، انا ما ببقاش عارف دماغي اللي قدامي دي عامله ازاي. صحيح. بتجوزها عشان شكلها حلو، بتجوزها عشان انا عايزه اتجوز، ما بعرفش مثلا، ما بنقعدش مع بعض نتناقش افهم دماغها كويس، ما ممكن يكون مثلا اسلوبها مش هينفع معايا قدامي، ما بيبقاش في تفاهم اصلا في العلاقه فيما بعد. فاكيد لما هجيب اطفال، عمر الاطفال هيتوهوا بينا احنا الاثنين، بتبقى مشاكل نفسيه. لا، الطفل لما بيشوف والده او والدته بيزعقوا لبعض في البيت، انت عارفه كميه الاحساس اللي بيحسوه من خوف ورعب. الاطفال بتاخد ركن وتقعد تعيط. المشكله لا، غير ان الاطفال بتاخد ركن، بيبدا الطفل يتكون ياخد تصرفات من باباه وتصرفات من مامته، يكون صوره ذهنيه في دماغه ويبدا يتصرف على اساسها، بيبقى عنيف، لو شاف والده عنيف بيبقى عنيف زيه، لو شاف والده بيتعامل برحمه وموده وحسن تصرف بيبقى كمان زيه. خلي بالك، الطفل بيتطبع باللي طلع عليه. البنت نفسها بتبقى مركزه مع مامتها، ماما بتتصرف ازاي بالظبط، وشخصيتها بتتكون من شخصيه والدتها. يعني مثلا لو مامتي شخصيتها قويه جدا جدا وهي اللي مسيطره في البيت، تخيلي ان البنت دي لما تتجوز هتبقى هي اللي مسيطره وهتخلي عيالها فيما بعد يطلعوا بنفس النمط ده. والولد لما يتجوز ويخلف، لو شاف مثلا بابا شخصيته ضعيفه يطلع الولد ده عامل ازاي، هو كمان شخصيته ممكن ضعيفة. اصلا ياخد كل حاجه، يعني الصفات انثويه من امه،
يطلع الولد مش اللي هو ولد مستوي نفسيا، تحسي ان هو ولد بس تصرفات بنت. بالظبط. تعرفي من هنا بقى بنوصل لحاجه اللي هي مهاره لعب الادوار. ازاي محدش ياخد دور التاني وياخده بشكل سليم، ازاي العب دوري في الاسره بطريقه صح. اذا كنت اب او ام، الاب هو رب المنزل، يعني انت مسؤول عن التصرفات اللي بتحصل في البيت، مسؤول عن الزوجه، مسؤول عن ابنائك، ازاي تمشي البيت بطريقه صحيحه. انت زي بالظبط البيت مؤسسه زي وزاره، وانت اللي ماسك الوزاره دي ووزيرها وانت اللي بتديرها. هو البيت ده اصغر مؤسسه في المجتمع. بالزبط. تخيلي لو المؤسسه دي فيها خلل المجتمع كله هيبقى فيه خلل. ومن هنا بقى بنوصل لقصه صغيره كده بتتكلم عن مهاره لعب الادوار وازاي كل واحد يشتغل على دوره بطريقه صحيحه. احكي لك قصه كده يا صناجك حصلت قبل كده سمعتها وفعلا هي مؤثره جدا. كان في بناء سور الصين العظيم، اكيد سمعتي عنه. طبعا. لما جو يبنوه فكروا ازاي يبنوه بطريقه ضخمه ويكون مبهر. بناء شاهق ومبهر ويكون يعني قوي، حصن قوي ليهم ما يقدرش اي عدو يخترقه. ونوصل من هنا ان حصل بعد بناء سور الصين العظيم ب 100 سنه 3 غزوات. تمام. ازاي وسور شاهق ومبني البناء القوي ده ازاي بيحصل فيه غزوات؟ نتطرق من هنا ان الغزو اصلا بتبقى من الباب مش من السور. بمجرد بيدفعوا رشوه للحارس ويدخلوا من باب السور ده ويدخلوا لجوه. من هنا بنقول ان هم انشغلوا جدا جدا في بناء السور ونسيوا ان هم يبنوا الحارس، اشتغلوا في بناء الجوهر ونسيوا يبنوا الانسان. صح. تغفلوا عن بناء الانسان. بيقول لك لو عايز تهدم اي حضاره اعمل 3 حاجات. تمام. هتقدر تهدم بيهم الحضاره دي او حضاره امه معينه. تمام. خلي الام تخجل من دورها كربه منزل ومن تلقيبها كربه منزل او اديها دور اكبر من دورها. صح. مش دور اكبر من دورها، هي بتخجل من دورها كربه منزل، هي عايزه يبقى ليها كيان وكارير بيخليها تخجل ان يتقال عليها دي ربه منزل وعايزه تشتغل. ما احنا بقينا في عصر كده فتغفلنا عن دور الام. عايز تاني حاجه دور المعلم في المجتمع، زي ما احنا عارفين المعلم له دور قدوة. كبير جدا وقدوه. تمام. بيبداوا يقللوا من دور المعلم. المعلم ما بقاش ليه قيمه في مجتمعنا. زي زمان. زمان كان بيتدرب له تعظيم سلام. المعلم يعني معلم. بيعلم اجيال، بيربي نشأ. صح. فبالتالي تغافل عن دور المعلم. ثالث حاجه وهي اسقاط القدوات، ان انت تسقط قدوه عليك بقى بالعلماء اللي هم القدوات. طبعا. طلع عنهم الاكاذيب والاشاعات علشان يبداوا الناس ما يصدقهمش ويبعدوا عنهم وما يتخذوهمش قدوه. ومن هنا بيقول لك ازاي تسقط 3 حضارات، تسقط حضاره بثلاث حاجات. ومن هنا يعني مش عارفه اقول ايه، بس احنا دلوقتي بيحصل معانا كل الحاجات دي بالظبط. صح. بدات الام تتغافل عن دورها، بدا المعلم ما يكونش ليه قيمه، العلماء بدا يبقى فيه سب وطعن فيهم او كانهم اصلا يعني حاجه عاديه او اقل من نهايه الدنيا. فمن هنا بيقول لك بقى ازاي تهدم ام. عايزين نرجع الام. طيب بصي يا منى، هكلمك على حاجه احلى كمان. في اسر كتير بتقع وبيحصل فيها فعلا خلل وتحسي ان كل واحد في الاسره مفككه من الاخر، يعني بسبب تهميش دور الاب. بالظبط. ان الاب اتركن على جنب على الرف. بس بعد ما رجعت نفسي كده واتفرجت على حاجات كتير وعلى دكاتره وبرامج وكده، لقيت ان الاب بيتهمش دوره الاسباب. اول سبب مثلا ان هو بيخرج من البيت من اول الصبح لحد اخر النهار على اساس ان هو المكنه اللي بتجيب فلوس. اي تي ام. صح. الاي تي ام الاب مجرد اي تي ام في البيت. ارجع اخر النهار ولا عارف اتعامل مع الاولاد ازاي، ولا عارف هم كانوا بيعملوا ايه في عدم وجودي. تمام. تاني حاجه بقى ان مثلا يكون الاب مسافر بره، وان الام تكون معاهم بقى 24 ساعه وبتراقب تصرفاتهم وبتقول لهم يا جماعه طب احنا لما بابا يتصل هقول له انتوا عملتوا كذا كذا كذا، عشان تحاول تشركوا الدور ده ويكون بمبدا الغائب الحاضر. ان يعني من هنا لا، الولاد بيبدا يبقى عندهم رهبه من والدهم ان هو بقى مجرد العقاب. العقاب. انا انت عملت تصرف غلط، طيب لما بابا يجي انا هقول لبابا. عارفه مجرد كلمه مش موجوده هقول لبابا هو مش موجود. الولد بيترعب. ليه يكون دور الاب كله مجرد رعب في حياه الطفل؟ ما احنا لازم ليه ما يكونش شريك حياته وصديقه؟ بالظبط. خلي بالك في اب بيبقى اسمه الاب الناقد واب بيبقى اسمه الاب الراعي. صحيح. في فرق ما بين الاب الراعي والاب الناقد، وفي اب بيجمع ما بين الاثنين وده الاب المثالي. بالظبط. وخلي بالك ده مثالي جدا. ليه؟ انا بنتي عملت مثلا حاجات غلط كتيره مثلا في مدرستها فادت لرفضها مثلا على سبيل المثال، بدل ما اقول لها لما اجي لما اروح البيت بعد ما مامتها قالت لي بالتليفون لما اروح البيت ده انا هعمل واسوي فيكي،
لا ما انا ممكن اروح واخوفها بنفس الطريقه دي، ولكن مثلا بعدها بيوم حسيت ان سلوكها بقى احسن شويه، فبقى لا دي خافت، بدل ما كنت انا الاب البعبع اخلي نفسي ان انا دلوقتي الاب الراعي اللي هيخرجها ويكافئها ويفسحها في اماكن كتير، يجيب لها الالعاب اللي هي عايزاها. زي ما بيبقى فيه عقاب يبقى فيه مكافآت. بالظبط، يعني عشان يبدا الطفل يبقى سوي نفسيا وما عندوش عقد من البيت. وفي حاجه كمان برضو بتخلي الاب مهمش دوره على فكره، حاجه صعبه قوي، عارفه ايه هي؟ ان يكون الاب والام متطلقين في حاله انفصال. والله يا صناجك بيبقوا في البيت وفي بيت واحد وفي اوضه واحده وكلهم متجمعين وبيبقوا متفرقين، يعني هم متجمعين شكل ومتفرقين نفسيا وجدانيا. ليه الاب والام ما بيبقاش فيهم اي بينهم اي تفاهم؟ يعني التفاهم منعدم بينهم، بيخلي الطفل طيب لما ما فيش تفاهم بين بابا وماما انا هطلع وده بيزعق لده وبسمع دي بابا بيشتم ماما او بيقول الفاظ مش كويسه ليها، فانا هسمع الكلام ليه؟ انا هطلع انسان كويس. هقول لك على حاجه حلوه، في قصه كده سمعتها عن التربيه السليمه والمثاليه والتعامل المثالي بين الاب والام. القصه دي بتقول لك ايه؟ ان في واحد اتولد كان عنده 3 سنين، من صغره كان بيشوف ان باباه ومامته بيتخانقوا، بس هو طلع فقير وشايف ان البيت كله خلافات وصراعات، تمام؟ ما عندوش اخوات، تمام؟ فطلع لوحده، وفي يوم من الايام والده ووالدته عملوا حادثه، تمام؟ فالولد ده قعد كده مع نفسه مش عارف يعمل ايه، ففي ناس اتبنوه وبعدها الناس دي كمان ماتت، انت متخيله؟ يا ربي. فقعد لوحده بقى في معاناه، ما بقاش عارف يعمل ايه ولا عارف يتعلم، ولا مع انه كان بيحب ان هو مثلا لو لقى مدرس بيشرح لحد او حاجه بيبقى يقف في المدارس من بره ويسمع طريقه شرح المدرسين، اتعلم حاجات بسيطه في القرايه وفي الكتابه وفي القران الكريم، يعني بقى شاطر، فاهمه؟ فبعدها لما كبر شويه اشتغل عامل نظافه، تمام؟ فبعدها راح يتقدم لواحده، الست دي يعني اتقبلته كده، بس الناس حواليه قالوا له انت بعد ما اتجوزت دلوقتي مش هتعرف تجيب عيال ولا هتكون اسره سليمه وسويه ده ليه؟ قال لهم يعني قالوا له انت مش معاك فلوس تبني اسره كويسه، مستوى تعليمك ما فيش تعليم، فانت منهم ان بناء الاسره بيبقى بالفلوس، بالفلوس وبالتعليم. فهو كان بيحاول يفهمهم ان هو فاهم وبيتعلم وكل حاجه. خلف 3 بنات، الاولى يعني لما كبرت بقت معيده في جامعة، الاثنين التانيين في المدارس، تمام؟ فدخل يعني بقى من الفلوس بتاعته، بقى اهم حاجه عنده مش ان هو ياكل ويشرب او ينزه نفسه باي يبني اسره سليمه، لا ابني اسره سليمه. بيعامل والدتهم قدامهم يعني معامله هما ما كانوش يتخيلوا ازاي الزوج والزوجه بيتعاملوا كده، فطلع قدام عينهم ازاي هما بيتعاملوا بالطريقه دي، فما كانوش يعرفوا ان باباهم عامل نظافه. فجي في يوم من الايام كمان، اهو بصي بقى التربيه الصح، في يوم من الايام ما كانش معاه فلوس يدفع المصاريف بتاع جامعه بنته قبل ما تبقى معيده وكده، فالبنت دي كانت عايزه تعرف باباها بيشتغل ايه، كان دايما بيغير هدومه بره بره البيت ويرجع لهم البيت بلبس نظيف. ففي مره قعد يعيط بيبكي ويصلي، وهو بيصلي عمال يعيط وبيشتكي ليه كده يا رب؟ طب اعمل ايه؟ انا اول مره اقول لك ليه، انا مش في ايدي حاجه اعملها، صحيح؟ فاهمه؟ فلما طلع من الجامع لقى كل اصحابه اللي هم شغالين معاه عمال نظافه وكده جمعوا الفلوس بتاعتهم وقالوا له احنا قررنا ان احنا نجوع الاسبوع ده، بتاخد الفلوس دي وتقدم بيها لبنتك في الجامعه، تدفع الرسوم بتاعتها ورسوم الكتب والحاجات دي. راح قال لهم انا مش مصدق انتوا ازاي بتعملوا كده، هو معقول ربنا استجاب في نفس الدقيقه اللي انا ساجد فيها؟ طيب قبل ما نختم فقرتنا النهارده يا منى، محتاجين منك تعرفي الناس مجموعه من النصايح كده، ازاي الاب والام يلعبوا دورهم بشكل سليم، مهاره لعب الادوار، لعب الادوار ايوه، عشان يطلعوا جيل سوي واطفال شخصيتهم كويسه ووجدانيا كويسين. هو بدايه كده يا صناجك لازم اول حاجه يكون الاب سند لابنه، والام صح. هي الركن الحنين لبنتها وابنها، صح. يعني لازم الاب يشارك اولاده في انشطه المدرسه، لازم يشاركهم في انشطه المدرسه لان ده بيكون شخصيه الطفل، بيخليه شخصيه اجتماعيه ومحبوبه. كمان لازم الام تكون صديقه لبنتها، تسمعها، تقعد جنبها، لازم مراحل عمريه مختلفه، وبالذات مرحله المراهقه بيبقى فعلا. البنت او الابن محتاج جدا ان هو يقعد يتكلم مع حد عشان ما يتطرقش ان هو يعمل حاجه غلط. كمان يعني النصايح دي لازم كل حد يسمعها ويعمل بيها فعلا. لان عشان نوصل لاسره مستقره وسليمه. طيب بصي قبل ما نختم عشان خلاص الفقره خلصت منا، ان شاء الله نتقابل مع حضراتكم في فقرات جايه كتير. السلام عليكم.